السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في فيديو جديد الفيديو بتاع النهاردة يعني هدية لكل حبايبي اللي متابعيني من زمان والناس اللي أنا بزعل قوي لما يقول لي عندي عشرين وثلاثين فرخة وما باخدش منهم غير بالتين لو عندك فراخ بلدي بتبيض وما بتاخديش منهم غير بالتين بس اسمعي الفيديو ده وان شاء الله بإذن الله هتشوفي أعلى إنتاج من الفراخ بتاعتك طيب قلتوا لي المفروض ان الفراخ بتاعتي تبيض قد ايه لك ان المفروض ان العشر فرخات يبيضوا من سبعة للتمن او تسعة بيضات يعني اقل حاجة اقل حاجة الفرخة دي كانت فوق وطارت مش حد رماها هي اللي طارت لوحدها اقل حاجة في العشر فرخات يدوكي سبعة بيضات اقل من كده كل عشر فرخات يدوكي سبعة بدوت. اقل من كده يبقى في حاجة غلط وطبعا دايما الغلط ما بيكونش عند الفراخ الغلط بيكون عندنا احنا بنكون مش واخدين بالنا من الفراخ بتاعتنا كويس علشان ناخد العدد اللي انا بقولك عليه ده من سبعة لتسعة بيضات من كل عشر فرخات. لازم اول حاجة نختار نوع فراخ صح. نوع فراخ يكون هو ده بتاع البيض. يعني تكون الفراخ دي فراخ الانتاج البيض فعلا. زي البلد الحر او الفيومي الحر. والبلد الهجين. او البلد المشعر. ماشي? فيومي روزي لأ. فيومي روزي للتسمين فقط. مش للايه? لل... للانتاج البيت خالص عمرها قصير وبتموت بعد شويه فيبقى خلاص راحت عليكي إيه تجيب نوع الفراخ كويس يبقى انا هجيب فراخ نوعها اصلا بياض طب اعرفها ازاي الفرخ من هو صغير كده بتحس ان هو حجمه صغير وخفيف كده مش... مش شايل وزن مش شايل مش تقيل الفرخه زي ما انت شايفه كده تلاقيها ناشفه دول فيهم يوم في يوم الروز بس برضو مش درجه اولى مش في يوم الرز اللي هو في يوم الروز درجه تانية او جيل تاني فهتحس الاوزان برضو ايه معديه لاتنين كيلو انا سبتهم قلت هسيبهم ان شاء الله يبيضوا افرح ببيضهم شويه وبعد كده اتبعهم عشان اخد منهم الكنز اللي انا قايله لكم عليه قبل كده اللي ما عرفش الكنز يقول لي وانا هحط الرابط بتاعه الفراخ اللي هي التقيلة اللي معديها اتنين كيلو ونص و كيلو دي لان دي بتاكل كتير جدا وما غير كل يومين مره اول ما بشر بالبيض هتبيض كل يوم ويوم بعد كده هتبيض كل يومين وبتاكل ما شاء الله قد التانية ديت مرتين وبتأثر عليها في الانتاج يعني لما دي تاكل كتير بتاكل اكل التانية فانت بتبقى مش ملاحقه عليهم اكل وانتاجهم قليل فتقولي لا ده ايه انا اروح اشتري بيضه احسن ده تربيتهم مش حلوه ده الفراخ البيضه البلدي لا ده ده انا شريت العبد ولا انيته زي ما بيقولوا اروح اجيبها جاهزه لان انت مربيه اصلا غلط مربيه نوع تسنين بياكل كتير جدا جدا وينتج قليل جدا امال وفي كمان نسيت اقول لكم على نوع حلو اللي هو الجميزه فراخ السمرة دي شايفة الفرخة السمرة دي اللي تربوش احمر دي دي جميزة شايفة رفيعة وناشفه ازاي دي بنتي ناس محترمة الفراخ طيب بتبيض كام سنة الفراخ بعد ما تبشر بالبيض من بعد العمر ده تحسبي تلات سنين اقصى حاجة بعد كده تبدا الفراخ ما بتبيضش طيب اعرف الفرخه اللي بتبيض من اللي ما بتبيضش ازاي الفرخه اللي بتبيض بيبقى تربوشها كبير احمر زي السمره اللي شفناها عدت علينا من شويه دي واللي ما بتبيضش لسه بتبقى زي دي كده ديت لسه هتبشر بالبيض اللي هي فطشت الكبيرة المنقشة دي اللي لونها منقش ابيض فاسمر دي ديت فيومي رز على فكرة اهي دي شوفي تربوشها لسه صغير بس احمر يعني هتبشر ان شاء الله الفرخة الصغننة خالص ديت جاية في وسطهم من اللي هناك من الجيل التاني اللي هم اخواتهم التانيين صغيرين لسه ما بشروش بالبيض فدخلت هنا غلط قلت لها خليكي عشان تضربي وتعرفي الادب وبعدين تبقي ترجعي هناك يعني ما شاء الله الفرختين اللي قدامنا دول تربوشهم زي ما احنا شايفين كده احمر ده كده بتبيض دي كده خلاص بشرت بالبيض اللي لسه تربوشها صغير ديت لسه ما بشرتش اهي اللي زي دي كده لسه ما بشرتش يعني يا قدامها اسبوع او اتنين ان شاء الله تعرفي الفرخه اللي بتبيض الفرخه اللي وشها احمر يعني ايه وشها احمر يعني العرف اللي فوق راسها ده احمر النهارده بامر الله هنعمل وصفه التسمين بتاعتنا اللي احنا بنعملها للطيور وكنت بقول لكم ما تحطوهاش للفراخ البيضه ايام العز وايام الرخص وايام ما كانت الحاج قصدي للفراخ اللي بتبيض يعني ما كانت الحاجه رخيصه لكن النهارده ان شاء الله انا هحط منها الفراخ اللي بتبيض من غير ما تاثر بالعكس هتزود انتاج البيض وفعلا فعلا ما شاء الله خلت انتاج البيض عالي جدا عسى ان تقراوا شيئا اخر لكم فعلا ميه مغليه حطيت فيها كوبايه رز وكوبايه كسر فول كسر فول اللي هو بتاع الطيور بيبقى رخيص شويه ب 20 جنيه اللي هو رخيص ده ب 20 جنيه كوبايه صغيره بس من ده ومن ده وطبعا نحط الدشيشه بتاعتنا وهنعمل الخلطه بتاعتنا وهن بنغ... إن انا هقولها بس للناس اللي اول مره يشوفوها بسيبها على النار تغلي كويس قوي طبعا احط تاني علشان ال الميه دي كتير فهحط تلات تلاته كيلو انت تقدري تحطي اقل زي ما انت عايزه هسيبها تغلي اول ما تشرب ميتها بنهدي عليها النار خالص ونغطي عليها ونسيبها لحد لمده ساعه كده او ساعه وربع مش لازم تستوي سوى كامل يعني نص تسوية ده حلو جدا جدا بعد غلى العلف هعمل منها بديل قوي جدا 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 للعلف ماشي عليه بقالي شهر وقلت اما اشوفه الاول قبل ما اقول انها حلوه ولا لا انا قبل كده قلت لكم انا هعمل لكم عنها فيديو مخصوص عن الفراخ البيضه البياضه ازاي نستعملها للفراخ اللي بتبيض دي هتوفر لك قوي 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 وهتزود لك انتاج البيض جدا ان شاء الله تعجبك قوي قوي في الـ في, الـ اولا هتوفر معاكي كتير طبعا احنا بندي للفراخ البلدي البياضه يعني اللي بتبيض دي بدائل كتيره قوي للعلف يعني عملنا في رابط مخصوص للحاجات دي للوصفات الاقتصاديه والموفره حاجات رخيصه جدا بس في نفس الوقت انت محتاجه تغذي الفراخ دي لان انا مش هجيب لهم علف بقى مش هجيب علف بياض خلاص وقلت لكم قبل كده في الفيديو اللي فات ان انا فعلا ما بقتش اجيب علف بياض اصلا للفراخ اللي بتبيض كنت زمان بقول دايما لازم علف بياض ولو نسبه بسيطه بس ما شاء الله على في البياض بقى بواحد وعشرين جنيه ومش هيكفي الفراخ وفي الطالع ويمكن يجي فترة وما نلاقيهوش على الاقل المدة اللي احنا فيها ديت دلوقتي على بال ما تستقر الاسعار هي الدنيا ملخبطة وملعبكة بس ان شاء الله بكرة تستقر الاسعار دي بقى انا حطيتها في الاخر علشان تشرب المية وعشان تزود لي كمية الايه الوصفة يعني كمية الاكل الاكل الحله دي انا مش كلها هتبقى للفراخ اللي بتبيض الحله دي باكل منها كل طيوري طول اليوم بعملها كل يومين مره لما كان زمان تعمليها كل يوم انت مقدورتك وانت وراحتك وحسب كميه الطيور اللي عندك برضو تمام هسيبها بقى على نار هاديه ما شاء الله بعد ما استوت خلاص كده إيه هي مش شرط تكون مستويه ان يعني انت تاكليها يعني لا هي كده حلوه قوي شربت ميتها وبقت زي الفل عشان ما تسيبهاش قوي تستوي تقوم تحرق الحلة من تحت هي كده تمام التمام تضاعف حجمها مالت الحلة ما شاء الله تبارك الله وهنبدأ نوزعها بقى على الطيور بتاعتنا ، طبعا لو حطيناها زي ما هي كده للفراخ اللي بتبيض اكبر غلط فاحنا هنعمل ايه ، هحطها بقى طبعا الجزء الناشف اللي, اللي تحت ده الفراخ اللي بتبيض مش بتاكله ابدا ولا اي فراخ ولا اي نوع فراخ بياكله امال ايه اللي بياكله البط بعمل فيه ايه ؟ لان انا ببله بالميه ببوشه الميه, ببوش المية. باخد القعر ده الناشف ده واحطه في الحله وبحط عليه ميه فما شاء الله بيبوش وينشف شويه بقى قد كده بحط عليه قد منه مثلا حبه عيش ناشفين ببوشهم للبط مع شويه سرس ويبقى ده اكل عظيم جدا للبط انا اصلا جايبه البط عشان خاطر قعر الحله ده اتمنى بس ان انتوا تشوفوا معانا الوصفه للاخر وتشوفوا ان احنا هنخليها ازاي دلوقتي مناسبه جدا للفراخ اللي بتبيض انا بنقي كل الناشف اللي الفراخ هتسرده وهترميه في الارض لان حرام مش عايزين حاجه تترمي في الارض اتمنى منكم برضو تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم منا دايما كل جديد وتكتبوا في التعليقات دعوه حلوه كده من دعواتكم الجميله اول مكون هقول لك عليه دلوقتي وده اختياري لو عندك امكانيه تحطيه ما عندكش امكانيه هقول على مكون ارخص منه دلوقتي وهو ايه كسر الفول الناعم كسر الفول الناعم كسر الفول ده بروتين والحاجات دي كلها نشويات طبعا هتقولي الحاجات دي بتعمل دهون وهتخلي الفراخ تسدد وكده الفراخ مش هتبيض هقولك مستحيل مدام هتحطي كسر الفول ده انت كده عدلتي الوصفة وخليتيها زيها زي العلف واحسن زي العلف البياض ما عندكيش بقى كسر الفول يبقى ممكن تحطي ردة يعني تحطي ده يا ده ما عندكيش ردة ممكن تحطي السرس بتاع الرز اي واحد من الثلاثة هيبقى تمام وهيعدلك الموضوع جدا 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 الرده بتمسح اي دهون ونفس الحكايه السرس بيمسح الدهون برده والفول طبعا الفول بيحول الدهون زي بتاع للحم احمر زي الرده بالظبط انا بقى كده لقيتها ناشفه ولو انا حطيتها ممكن ايه ينقوا بس المستوي او المطبوخ ويسيبوا الرده زي ما هي فانا هرش عليها شويه ميه نسمها بشويه ميه بسيطه خالص لانه غلط ان احنا نحط اكل مبلول للفراخ كلها ايًا كان نوعها سواء كبيره صغيره ايًا كان نوع الفراخ ما منفعش ابدا ان انا احط لهم اكل مبلول لكن الاكل ده هيبقى ايه يا دوب كده مفرفط بس لكن انا بلم الرده بس وبرده نفس الحكايه السرس بس السرس عادي بقى السرس ممكن ت لانه ما شاء الله بيشرب الميه جامد ممكن تبليه في ميه و... وتروحي شايلاه من الميه حطاه على الايه على الوصفه دي ممتاز ممكن تضيفي ايه كمان ممكن تضيفي بشر ال البطاطس مبشورة ممكن تضيفي ردة بتاع ده بطاطا تبشري بطاطا اي خضار عندك تحطيه وطبعا احط معلقة الفيتامينات دي الفيتامينات دي خديها سكرينة وهاتيها من عند البيطري دي كيس بخمستاشر جنيه عبارة عن كيلو كامل ما شاء الله بيقعد عندي فترة حلوة وانا بجيبه عشان عاجبني يعني لان كميته حلوة مش زي البنش البنش حبة صغيرة قد كده وغالي قوي لكن ده جميل جدا ده زي البانش. لو مش لقيتيه خلاص مش مشكلة يعني هو زيادة مش ده مخلوط املاح معدنية وفيتامينات طبعا نسبة الرز البسيطة اللي احنا حاطينها ممتازة جدا جدا في زيادة انتاج البيض وده السر بقى اللي الله اكبر ما شاء الله لا قوة الا بالله الفراخ متهيألي الفراخ بتبيض مرتين في اليوم ما شاء الله لا قوة الا بالله البيض بتاعهم ما شاء الله بتمطر فعلا حرفيا الفراخ بتمطر بيض معلقة واحدة بس على الأكل بحطها كل يومين مرة يعني مرتين في الأسبوع كله معلقة على الأكل معلقة كبيرة مليانة ماشي أنا عمالة أخد حتة بحتة مش هين عليا لأني بخاف يخلص ولأنه غالي شوية ده اللي أنا جايباه بستين جنيه جبته قبل كده بخمسة وأربعين جنيه لو فاكرين بس بصراحة يستاهل أنا رحت جبته قبل ما اللي عندي يخلص يعني العلبة دي لسه مخلصتش ورحت جبت التانية لأن ما شاء الله لا قوة إلا بالله البيض كده الله أكبر يعني ما شاء الله الفراخ بجد بتحسي بنتيجة تعبك حطيه مرتين اتنين بس في الاسبوع انا بعمل الوصفه دي كلها على بعضها كده مرتين اتنين بس في الاسبوع مش كل يوم باكلهم الاكل ده الاكل ده مهم جدا وضروري علشان خاطر انا بعمل ليهم دلوقتي بدايل علف كتيره عملتها لكم قبل كده بدايل علف بياض فانا محتاجه حاجه تغذي الفراخ وتديها فيتامينات واملاح ومعادن والحاجات اللي هما محتاجينها عشان يبقى كده لغينا احنا العلف البياض ده من حياه الفراخ البيضه خالص معقوله انت لغيتي العلف البياض والفراخ بتبيض اه ما شاء الله المعلقه بتاعت الدي بيزك ده دي بيزك دوت من عند البيطري البديل بتاعه لو ما انتيش عندك ثنائي فوسفات الصوديوم والسيلينيوم والهاء سيلينيوم الاثنين هيعملوا مكان ده بس ده ما شاء الله معديهم معديهم بامانه جميل جدا في شويه اضافات برده بسيطه كده ممكن نحطها على الاكله دي زي ما قلت ممكن تبشري عليها بطاطا لو عندك ممكن تبشري بطاطس ممكن تبشري عليها بصل وتوم ممتاز جدا ممكن تبشري بنجر زي ما هنبشر دلوقتي آه بصي البطاطا يعني بت بتدي الفراخ طاقه وبتدي بتدي قيمه غذائيه عشان ما اطولش عليك الفيديو يعني هختصر كده في الموضوع في كل الحاجات اللي انا بحطها آه عايزه اقول كل الحاجات دي جميله قوي لو حطيتيها مع بعضها بس كده ونقلبه بقى ونقدمه للفراخ بتاعتنا مرتين كل اسبوع يعني كل يومين مره او كل يوم لو انت عندك امكانيه انت وشطارتك مش هتاثر والفراخ مش هتسمن لان انا حتى ردة حاطة او او سيرس او فول اي حاجه من التلاتة دول لازم مع الوصفه دي علشان تبقى فعلا بديل قوي للعلف البياض اتمنى يكون الفيديو عجبكم اوعوا تنسوا تعملوا لايك شكرا والسلام عليكم ورحمة